رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى اللي كتبها للمشتتين في بونطس وغلاطيا اللي كانوا مسيحيين بس من أصل يهودي، ونتيجة الاضطهاد الشديد اللي تعرضوا ليه اتشتتوا، يعني راحوا كل واحد هرب على مدينة. وادالهم بعض الوصايا العملية وقال لهم ان كل التجارب اللي بيمروا بيها وكل الضوقات دي بتؤهلهم ان هم يخشوا بسببها الملكوت. وقال لهم ان انتوا وان كنتم بتحتملوا بعض الالام فانتوا بتتشبهوا بالمسيح اللي احتمل احزانا متألما بالظلم، يعني كان بيظلم واحتمل الالام، واحنا كلنا كده بنتشبه بيه. وبعدين بيقولوا كده لأنكم لهذا دعيتم، لأن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. وابتدى يحط لنا تصنيفات لبعض الخطوات اللي ممكن ان احنا نمشي فيها عشان نشبه المسيح. احد هذه التفاصيل ان ابتدى يقول للنساء كنا خاضعات لرجالكن. وشفنا ان هو ادالهم اربع صفات النساء القديسات اللي هم كانوا عايشين في العهد القديم. اول حاجة كانوا متكلات، يعني اتكالهم كان على مين؟ على ربنا. كانوا بيتكلوا على ربنا في كل حاجة، كانوا خاضعات لرجالهن. وكانت ادالنا المثل بتاع امنا ساره اللي كانت بتخضع لابونا ابراهيم وكانت تخاطبه سيدي، ودي الحته اللي اخذتها الكنيسه بحكمه كبيره جدا وحطتها في الوصيه اللي بتقولها للعروسه في يوم زفافها، عشان تفضل فاكره ان من الساعه الاولانيه ان هي المفروض تكون الطبيعي بتاعها ان هي خاضعه لرجالهم. كمان صنعات خيرا، اغلب القديسين وسير القديسين اللي بنلاقيه مكتوبه سيرتهم بنلاقي بنقول ان ربياه ابواه تربيه حسنه، او تربيه ربياه وعلماه العلوم الكنسيه، او ربياه وحفظوه الكتب المقدسه. وتبصوا تلاقوا ان اغلب القديسين نتيجه التربيه الحلوه اللي تربوها يطلعوا هم كمان ايه؟ اما فقد الشيء لا يعطيه. اما واحد يكون اصلا مش بيحب الصلاه وملوش تقل على الكنيسه، وبعدين مش بيسامح حد بسهوله وعصبي في بيته، وتبص تلاقيه اما يجي يقول لاولاده معلش خليكم مع ربنا يقولوا له هنعمل ايه؟ هنعمل اللي انت بتعمله. عشان كده في تعليم اساسي ان اولادنا بيعملوا اللي احنا بنعمله مش اللي احنا بنقوله. ممكن الواحد يكون بيعلم بالكلام حلو جدا، عشان كده واحد من الاباء القديسين يقول كده الكلام عن الفضائل سهل لكن العمل بيها هو اللي بيحتاج مجهود. يعني ممكن تقول ايه خلي عندك احتمال، لكن اما يكون في ضيقه حواليك وتعب حواليك عشان تحتمله ده فيها ايه؟ فيها مجهود. اما تقول له مثلا لا ده انت الخدمه كويسه، الخدمة مش ان انا مثلا هقعد والناس اقول لفلان اعمل وفلان اعمل، لا ده الخدمة انها اقعد الناس وانا اللي هقعد عند رجليهم. عشان كده المسيح لما جه بيقول لهم قال لهم انا بينكم كالذي يخدم. وبعدين اما يجي يديلهم مثال عن الخدمة قام عن العشاء وعمل ايه؟ غسل ارجل تلاميذه عشان يبين لهم ان الخدمة ما بتقفش عند حد، ده بتنزل لتحت. وعشان كده الكلام عن الفضائل سهل جدا جدا جدا، اما تيجي تتكلم عن اللطف الناس كلها تتبسط جدا، ولكن عشان تفضل لطيف رغم الالم والضيقات والتعب والصوت ما خلاص صلوا عشان نطلع فوق بسرعه. مش نطلع فوق، نطلع في الكنيسه قصدي، او فوق برضو لربنا. عشان فوق عاملين ازاز عازل للصوت فما بنقدرش ما بنسمعش صوت الملعب، معلش هنحتملهم عشان اجازه نص السنه. فهنا اما بيسيب لنا مثال عشان نتبع خطواته، المثال دي المثال اللي عمله المسيح احتمل، اما تيجي تقول له احتمل الظلم صعب جدا. اما واحد يحس ان هو مظلوم ويجي يحتمل الظلم صعب جدا ان هو يحتمل الظلم، تبص تلاقيه
تبص تلاقيه صعب جدا ان هو يقبل ان حد يظلمه او ان حد يضايقه او ان حد ياخد حق بتاعه، لكن سهل جدا ان الواحد يتكلم عن الاحتمال، ازاي ان انت تحتمل الظلم. كل فضيلة ممكن الواحد يتكلم عليها محتاجة سنين عشان الواحد يتدرب ان هو يقتنيها. وعشان كده بيقول لهم خليكم صناعات الخير. صناعات الخير بقى اللي تصنع خير دي يعني تعمل ايه؟ كل حاجة فيها خير تعمله، يعني تهتم بجوزها وتهتم بأولادها وتهتم بجيرانها وتصلي وتعمل أعمال حسنة. كنا أسمع من طماف إريني كده إن هي كانت لما بتعمل وجبة في البيت عندها والدتها يعني، وهي بتعمل الأكل كانت تعمل تقول في عيلة فلان وعيلة فلان وعيلة فلان نعمل حسابهم معانا، فتعمل بزيادة شوية عشان تعمل إيه؟ تأكل العائلات اللي جنبها. وكانت طماف صغيرة خالص كده وتقول لها روحي خدي الأكل ده ووصليه. فتعلمت عمل الخير من مين؟ أمها من وهي صغيرة. وكانت تشوف أمها بتعمل مطنيات فكانت هي مش عارفة، هي بتعمل زيها، تنزل تخبط راسها في الأرض وتقوم بتقول أنا ما كنتش عارفة بتعمل إيه، بس لما كبرت ابتديت أحس نفس الإحساس اللي كانت بتتكلم عنه أمي. يبقى هنا كلمة صناعات الخير، عمل أكبر عمل خير إن إحنا ندي لأولادنا مثال كويس. طيب إيه كمان؟ إن إحنا نعمل الحاجة اللي بنقول عليها. ساعات كتير نقول لهم صلوا وخش أنانية، ساعات كتير نقول لهم روحوا تناولوا واحضروا القداس من الأول، وأنا أجي أقول معلش ما لحقتش الإنجيل. طب ما أنا اللي أنا بقوله المفروض إن أنا إيه؟ أعمله. أما أعمله والتزم بيه وأدرب نفسي عليه، ساعتها حتى من غير ما أقوله هتبص تلاقي الأولاد تمشي فيه. صناعات خير وغير خائفات. أما بيكون حد بيصنع الخير ومتكل على ربنا هيخاف من مين؟ اللي بيخاف دايما اللي هو مش شايف إيد ربنا في حياته. تبص تلاقوه دايما قلقان، دايما خايف، دايما متوتر، دايما بيعمل حساب الشر. لكن اما حكيت لكم حكايه سوسنة المره اللي فاتت، حتى وان كان ضغط عليها من الشر وكانت ممكن تتعرض للقتل الا انها ما كانتش خايفه وكانت متوكله على ربنا اللي قدر ان هو ينجيها في الوقت المناسب. وجينا الايه 8 بتقول والنهايه كونوا جميعا متحد الراي بحس واحد ذوي محبه اخويه مشفقين لطفاء. وهنا أكتر وصية بتحتاج إلى جهاد وإلى صعوبة في تنفيذها إن الواحد يكون متحد الرأي مع اللي حواليه، لأن كل واحد بيرى نفسه أو يرى رأيه إن هو المناسب. وعشان كده تبص تلاقي أكتر حاجة ممكن تتعب الكنيسة من داخلها الانشقاق في الرأي، أكتر حاجة ممكن توقع الخدمة من أولها لآخرها الانشقاق في الرأي، أكتر حاجة ممكن تخلي البيت ما يثبتش هو الانقسام. وعشان كده ربنا يسوع المسيح قال لهم كل مدينة منقسمة على ذاتها تحصل إيه؟ تخرب. طب أنا عشان ملكوتي يثبت وعشان بيتي يثبت لازم نكون متحدي الرأي. عشان نكون متحد الرأي يعني لازم حد هيتنازل شوية، حد هيتفهم، حد هيخضع، وحد يتفهم الآخر. فتبصوا تلاقوا ان ابتدينا ممكن واحد يتنازل عن رأيه فتبص تلاقي أصبح لينا في الآخر رأي واحد. ذوي محبة أخوية، المحبة الأخوية دي اللي هي المحبة اللي ما فيهاش شروط. يعني أما أكون بحب الناس محبة أخوية أنا مش مستني منهم حاجة عشان أحبهم، وما أكون بحبهم هذه المحبة الأخوية هفضل رأي أخويا عن إيه؟ عن رأيي. لو أنا حاسس إن هو هيكون تعبان وهيكون لو ما تنفذش الكلام اللي بيقوله ده هيكون متضايق وقلقان ومش حاسس بسلام، أنا هفضل إن هو يمشي رأيه عن إن أنا أفوز إن أنا مشيت رأيي. وعشان كده متحد الرأي لازم وراها محبة إيه؟ أخوية. حاجة كمان من اللي تخلي الناس يتحدوا في الرأي الإنسان اللي عنده شفقة. كلمة مشفقين دي كلمة واسعة جدا، يعني ساعات كتير الواحد بسبب تجبره وقساوة قلبه ممكن يشوف حتى الناس المتعبين وما يعطفش عليها، ما يبقاش عنده شفقة في قلبه، وتبص تلاقي يقعد ينتقدهم،
يقول لك طب ما ده ما اشتغلش ليه، ويعني هو ده ما المفروض كان عمل والمفروض كان سوى، ويقعد تبص تلاقي نقعد نقيم الناس ونقيم أدائهم مش نبقى مشفقين عليهم. المسيح حط في قلبنا حتة الشفقة دي، يقول كونوا شفقين بعضكم على بعض. الواحد يكون عنده شفقة، ده ممكن الواحد يكون ما عندوش شفقة على أهل بيته، يعني ممكن زوج يكون مريض والزوجة مش فارق معاه، أو العكس تكون زوجة تعبانة وعاملة دور كبير في البيت وتبص تلاقي الزوج مش فارق معاه، أو تبص تلاقي أب بعد ما تعب وعمل لأولاده الكتير تبص تلاقي الأولاد ما بقوش مشفقين عليه، يقولوا له أنت كبرت، يحاولوا أن هم إيه يتخلصوا من إدارته، أو أب يكون شايف أولاده محتاجين العطف بتاعه والحنية بتاعته، ولكن هو حاسس أنه هو خلاص أنا عملت الدور اللي عليا، أنا حطيت لهم قرشين في البنك. طب ودورك كأب ودورك كرب أسرة حنين عليهم وطيب وطيب معاهم؟ لا، تبص تلاقي حتة مشفقين دي كل واحد المفروض يراجع قلبه، قلبي أنا شفوق بأشفق على اللي قدامي، ولا قلبي من النوع القاسي اللي لما يشوف حتى وجع اللي قدامه يقول طب ما هو اللي جابه لنفسه، ما هو أما كل واحد بيمشي أو كل واحد يتعلق مش عارف من إيه ليه. خليك عندك شفقة على غيرك وقت تعبه، لأن هيجي يوم أما تكون تعبان هتلاقي نفسك محتاج اللي يشفق عليه. لطفاء، الإنسان اللطيف ما يقعدش يفسر في الحاجات اللي تتعب غيره، يعني ممكن واحد تبص تلاقيه ايه يشوف في عيب عند الاخر وتبص تلاقيه يقعد يركز على العيب ده، حد بيتكلم حرف غلط، حد بيمشي بطريقة صعبة، هو لو كان يعرف يمشي غير كده او لو كان يعرف يقول غير كده ما كان عمل. فخليك لطيف وما تقعدش تفتح عينك قوي على عيوب الاخرين. الإنسان اللطيف يعمل زي ما عمل كده قديس مكاريس، يمر على العيوب في صمت أو يسامح ويدي عذر. ليه؟ لأنه لطيف. لكن الإنسان اللي مش لطيف تبص تلاقيه يجي عند الحاجة اللي تتألم واللي تتعب غيره ويفضل يتك عليها. ليه؟ لا عنده شفقة ولا عنده لطف. أكتر حاجة كمان تخلي الواحد يحافظ على وحدانية الرأي هي المحبة الأخوية والإشفاق واللطف، كمان غير مجازين عن شر بشر أو شتيمة بشتيمة. والحتة دي الحقيقة بقت تتعب أولادنا كتير، يقولوا يعني أما نتشتم ما نردش، وساعات كتيرة الواحد بيتصعب عليه نفسه يقولك ده أنا سمعت شتمتي بودني إزاي أسكت، وتبص تلاقيه صعبان عليه ان هو اما يتشتم ان هو ما يعلمش اللي قدامه الادب. ولكن في ناس مجرد ان هي تسمع شتيمه يقول لك بص اما الناس تشتمني ده افضل لي بكتير من ان الناس تمدحني. ليه؟ واحد من الاباء القديسين يقول لك احتمال الكرامه اصعب بكتير من احتمال الهوان، لأن الكرامة ده بيسلمك على طول للشيطان، أما تاخد كرامة وتعتد بنفسك وتفرح بنفسك وتحس إن أنت محقق حلو وتحس إن أنت مفيش منك اتنين، تبص تلاقي ده مين اللي استلمك ساعتها؟ الشيطان. ولكن أما واحد بيكون بيسمع الشتيمة يقول طب ما أنا استاهل، يقعد يفكر يقول يا ما عملت خطايا وربنا ستر عليا. أنتوا عارفين في مرة داود النبي كان وهو ماشي، فواحد اسمه شمع ابن جيرة عمل ايه؟ قعد يشتم في داود وقعد يقول عليه كلام وحش، وبعدين راح الراجل اللي هو من الجيش معاه قال له انا هعدي اجيب رقبته، قال له لا اتركه، الله قال له سب داود. اتاري ممكن اما ربنا بيلاقيك بتحتمل الإهانة بيديك هو كرامة، والعكس صحيح، أما أنت بتهين ربنا بيبعت لك الهوان. وعشان كده مهم جدا الإنسان اللي هو يحتمل الشتيمة. كان يعملوا تدريب حلو كده
للآباء اللي عايزين يخشوا الدير من جديد، واحد راح يسأل أبوه ويقول له يا أبي يعني اديني خبرة نافعة إن أنا أعيش بيها في الدير. قال له بص تطلع من هنا على الطافوس، الطافوس ده اللي بيحطوا فيه إيه؟ الرهبان اللي اتنيح. تطلع من هنا على الطافوس وأول حاجة تعملها اقعد امدح في الرهبان وفي فضايلهم الحلوة والحاجات الجميلة اللي عملوها. فقال له حاضر يا أبي، لأن أول فضيلة بيتعلمها هي الطاعة. فراح أطاع وراح سب راح أكرم الرهبان وقعد يقول فيهم كلام حلو. وأول ما رجع لأبوه قال له ها حد منهم جاوبك بحاجة؟ قال له لأ. قال له طب روح اسمع الكلام بقى وروح اشتم الرهبان دول وقول فيهم كل الصفات الوحشة. فراح عمل اللي قال له عليه أبوه، طبعا مش هيقول له اشتم، قال له قول فيهم الصفات الوحشة. فقال له قعد قال لهم صفات وحشة وبعدين رجع قال له ها جاوبوك بحاجة؟ قال له لا. قال له انت كمان خليك كده. دخلت مرة قليت راهب ولقيته كاتب قدام عينه كلمة كده، قال من وقت دخول الدير صرت انا وحمار الدير شيئا واحدا، اشتم فلا ارد، اضرب فلا اتكلم. بصوا المبادئ اللي خلت ناس قديسين. من وقت دخول الدير صرت أنا وحمار الدير شيئا واحدا، أشتم فلا أرد، أضرب فلا أتكلم. وفضل فعلا ساكت، يقولوا عليه ده قديس ده من السواح ولا كأن سمع حاجة، يقولوا عليه ده إبليس وعمال يعمل أعمال ولا كأن سمع حاجة. وتبصوا تلاقوا بسبب طهارة قلبه ونقاوة فكره وإن هو ما حطش مديح الناس قدام عينه، جاله المديح من ربنا نفسه. مرة واحد تاني من الرهبان كنا رايحين نزور راهب من المتوحدين، الكلام ده كان سنة 79 تقريبا. وبعدين كان الراهب ده مربي الراهب المتوحد، عنده كلب كبير قوي كده شكله مخيف، يعني اللي هو يبدو ان هو كل المرس بتاعه بيديه للكلب ده، فالكلب تخن وبقى يعني حاجة. فالمهم كان الراهب اللي رايح يودلنا قلت له هو لسه أبونا فلان عنده الكلب بتاعه؟ قال لي لا، طالما أنا موجود هنا مش هتلاقي كلاب تاني في الدير. بصوا اللي بيفكر في نفسه إن هو إيه، فكر في نفسه كده، قال طالما أنا هنا مفيش كلاب تاني في الدير، هو يعني يعتبر نفسه إيه الكلب الوحيد اللي هنا. اما بيكون انسان بيسمع وبيقبل الشتيمه ساعات ممكن الواحد يجي ايه ويقول على نفسه كلمه، يقول ايه ده انا اخر الناس اللي ده انا وحش جدا. وبعدين لو حد جه قال له يا وحش يعمل ايه؟ يبقى وحش. تبص تلاقيه عايز يرد وعايز يفترس اللي قدامه. وواحد يقول ايه ده انا خاطي انا مش عارف اخر الناس انا ما. وبعدين لو حد يقول له طب استنى شويه عقبال بس مال يعني بلاش تجري تنط تتناول اول واحد استنى تاني واحد ليه، ويحس ان هو اتعذب عشان استنى تناول تاني واحد بدل ما يتناول اول واحد. يبقى هنا ساعات احتمال الكرامة اصعب بكتير من احتمال الهوان. وعشان كده اما الانسان بيحتمل الشتيمة ما يقدرش يجازي عن شر بشر وشتيمة بشتيمة. طب مين اللي عمل كده؟ يقول لك بل بالعكس مباركين. الشتيمة دي حاجة بتضغط عليك، واما حاجة تضغط عليك هتطلع اللي فيك. اذا كان اللي فيك شتيمة هتطلع، اذا كان اللي فيك لعنة هتطلع، اذا كان اللي فيك بركة هتطلع. يبقى كل اناء هينضح بما فيه. انت اللي فيك ايه؟ انت اللي فيك سلام وفرح وبركة، يبقى حتى لو ضغطوا عليك بالشتيمة انت هتعمل ايه؟ هتبارك. جبت البركة دي منين؟ اصل انا قلبي ما فيهوش غير بركة، ما عنديش لعنات، ما بعرفش اشتم حد، ما بقدرش اجيب في سيرة حد بالغلط حتى لو هو مش موجود، مش بس ان انا اشوفه كده فاشتم عليه لا. وهنا تفتكروا الحتة دي بيقول لك بل بالعكس مباركين، لاني انا بطلع الحاجة اللي انا خدتها من اللي انا شبهه. كل واحد يعمل اللي بيعمله ابوه. انا ابويا المسيح كان بار، طيب اما يقول لك تعيرات معيريك وقعت عليا، طب اما شتم بارك، طب اما صلبوه غفر، طب وانت بقى
بقيت تشبهه، حتة بتشبهه دي تخليك حتى لو اتشتمت ما تطلعش غير الايه؟ البركة. علمينا انكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. احنا دعينا عشان نرث البركة، وعشان كده ما ينفعش تطلع على لساننا غير البركة. لكن اللي دعي عشان يرث لعنة هتلاقوه قاعد طول النهار على الفضائيات عمال يلعن في كل أصناف الناس. بسبب ايه؟ لان هو مفهوش بركة. طب انت اللي فيك ايه بقى النهاردة؟ هل اللي فيك بركة ولا اللي لسه جواك لعنة؟ واحد نتيجة الضغوط اللي بيتعرض عليها يقول اصل انا اما استفزوني شتمته، او انا اما فضلت ساكت 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 وبعدين في الاخر جبت لهم القديم والجديد. طب ما انت القديم والجديد ده محوش في قلبك ايه؟ بركة ولا لعنة؟ طول الفترة اللي انت بتحوشها في قلبك دي هي يا اما هتبقى سبب بركتك في الحياة الابدية، يا اما سبب اللعنة اللي هياخدها ابليس وجنوده. لان من اراد ان يحب الحياة، جايب حتة من المزمور اللي احنا بنصليه في صلاة باكر، ويرى اياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ان تتكلم بالمكر. حط لك هدف حلو النهاردة، انت عايز الحياة. اما يجي واحد يقول لك انا نفسي اعيش حياة حلوة، طيب اهو بيقول لك دلوقتي من اراد، كلمة من اراد يعني ايه؟ يعني الموضوع بارادتك ان يحب الحياة. حتة ان انا بحب ان انا اكون عايش حياة مقدسة، انا عايز في الاخر يكون لي حياة ابدية. طيب اردت انت، دي ارادتك، ده اللي انت نفسك فيه، ده اللي انت عايزه. خلي بالك ان ربنا الذي خلقك بدونك لا يستطيع ان يخلصك بدونك، لان لازم ارادتك تخش في الموضوع. افتكروا اما جه المريض قعد 38 سنة وبعدين يجي يسأله سؤال يقول له أتريد أن تبرأ؟ أنت فعلا عايز تخف؟ لأن في واحد فرحان بمرضه، تقوله فرحان بمرضه؟ هو بيجيب له عطف من الناس، وهو قاعد ما بيشتغلش وبياكل بلاش، والناس كل اللي تشوفه تتصعب عليه، وهو حاسس بكده أن خلاص الدنيا بتاعته اكتملت. لكن في واحد يريد أن يبرأ، واحد شاف أن قلبه لسه ما بقاش طاهر كفاية، أن نفسه ما بقتش ترضي ربنا، ان لسه بتطلع منه اعمال مش مقدسة، ان لسانه لسه بيجيب في سير الاخرين وممكن يتكلم بالشر، ان ممكن تجيله افكار يكسف لو قالها للي جنبه، ان ممكن يحلم باحلام يحس ان هو، انتوا عارفين طبعا الجزء كبير من الاحلام تحقيق رغبات، ان ممكن تكون عنده رغبات والرغبات موجودة والرغبات دي شريرة جدا لدرجة ان هو يكسف يقولها للاخرين. طب وبعدين يقول لك طيب انت عايز بتحب تريد ان ترى تحب الحياة، انت عايز، انت محتاج حياة جديدة. لازم الارادة تخش هنا، لان ساعات كتيرة ربنا بيريد ان هو يخلص الذين كل، يعني عايز يخلص الكل. هذه هي ارادة الله ان ايه؟ كلنا نرث الخلاص. طيب لكن هل فعلا كلنا بنرث الخلاص؟ لا، لأن جه لليهود في آخر الأيام وقال لهم كم مرة أردت ولم تريدوا، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الفرخة أو الدجاجة فرخها تحت جناحيها ولم تريدوا. ساعات كتير بتبقى إرادتنا عكس إرادة ربنا، ساعات كتيرة بتبقى نيتنا مختلفة عن نية ربنا. وعشان كده بيقول إيه؟ عايز تشوف الحياة وترى أياما صالحة، يعني حتى الإنسان وانت في فترة وجودك على الأرض عايز تبقى الأيام بتاعتك صالحة، أيام جميلة، يعني عايز تقضي أيام حلوة. طب اعمل حاجة بقى، كفف لسانك عن الشر، يعني كل كلمة وحشة بتقولها قول كفاية عليها كده، كفاية كده. كلمة مذمة، كلمة نميمة، كلمة إهانة، كلمة شتيمة، حاول ان انت تعمل ايه؟ تكففها عن الشر وشفتاك عن تتكلم بالمكر. يعني ايه تتكلم بالمكر؟
ساعات ممكن تبص تلاقي حد مثلا بيتكلم في موضوع وبعدين وانت بتقول رأيك يقول لك يعني انت تقصد كذا، تقول له لا 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 مش ده اللي انا اقصده، اصلي كنت اقصد، وتحاول ان انت تبرر نفسك مع ان بينك وبين نفسك عارف ان انت كنت تقصد اللي هو قال عليه. ويا ما ناس بتعمل الموضوع ده وهي حاسه ان مفيش مكر في لسانها، لا ده ممكن يمكروا وبعدين ايه يبعتوا رساله في الثانيه في الثالثه يقول لك يعني انت كنت تقصد كذا، تقول له لا مش ده اللي انا اقصده. ليه؟ في مكر. شفتاك تتكلم بالمكر ليعرض عن الشر ويصنع الخير. الصديق يبصر الشر فيتورى، يعني اما يكون واحد ماشي في طريق ولقى ان الطريق ده هيوصله الخطيه يبقى يعمل ايه؟ يحوط. ممكن اكون جياني مكالمه تليفون وانا عارف ان انا هيكون بسببها في نميم، انا جياني مقابله وانا عارف ان هيكون بسببها في خطيه، طب اما تشوف الشر اعمل ايه؟ توارى، خبي نفسك. ده واحد عشان محبته لربنا هرب، وحتى اما اتمسكت ثيابه مش عريان بس عشان ينجو، اهرب لحياتك. يبصر الشر فيتوارى. طيب هنا يقول لك يعرض عن الشر، بس كده دي الناحيه السلبيه. طب الناحيه الايجابيه يصنع الخير. ايه يصنع الخير دي بقى؟ حاجات كتيره جدا. قال عنها المسيح كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت مريضا، كنت عريانا، كنت محبوسا. كل الحاجات دي ممكن ان انت تعملها بفرحه قلب وتصنع خير، وكل ما بتصنع الخير انت بتخزن لنفسك اعمال صالحه في السماء. يطلب السلام ويجد في اثره. تخلوا بالكم ان الواحد اما بيجي يكون انسان محب للسلام، يعني ايه يصنع السلام؟ يعني يبقى ابن ربنا، لان هو قال لنا كده طوبى لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعون. طب اما بيجي حد يلاقيك حتى وانت بتحب السلام هو عايز الخصام، انت هتضطر ان انت تحتمل، وهتضطر ان انت تحب، وهتضطر ان انت بدل ما تجازي عن شر بشر وشتيمة بشتيمة هتضطر ان انت تعمل اعمال تجذب الانسان المتعب ده ليك. انتوا فاكرين كلكم القصة اللي حصلت ان واحد كان بيشتم في كنيسة كتير جدا جدا جدا، لدرجة يعني كان بيقعد يفسر كل جمعة الانجيل بتاعنا ويشتم فينا. وبعدين جه في مرة مرض وسافر لندن، فالمهم البابا شنودة بحكمة كبيرة كده راح عمل ايه؟ بعت له 2 أساقفة ومعاهم ورد وشوكولاتة. هو كان متخيل ايه؟ ان مجازاة الشر بالشر والشتيمة بالشتيمة او بشماتة على الاقل في المرض، ولكن لقى دعوات بصالح الدعوات وان بالخير. فتبص تلاقوا ايه؟ لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. خلي جوه قلبك خير عشان تعرف تصنع بيه سلام. خلوا بالكم كان في قصة طبعا انتوا كلكم عارفينها بتاعت المعلم ابراهيم الجهري اللي جاله اخوه مرة يقول له ده بيشتمني رايح جاي يشتم فيا، قال له خلاص اؤمر انا هقطع لك لسانه. وبعدين عمل ايه؟ راح بعت له عربية مليانة خيرات كتيرة، فبدل ما كان عمال يشتم فيهم ابتدى كل ما يشوفه يمدح فيه، يقول له طيب الا انت عملت له ايه؟ قال له انا اكرمته، انا عملت اللي قال لي على المسيح، غير مجازين عن شر بشر وعن شتيمه بشتيمه. طب انت عملت ايه؟ اما اكرمته هو كمان ابتدى يعمل ايه؟ بيحكي احد الاباء اللي بيخدموا الناس المشردين. المشردين دول اللي هم نتيجة ظروف حصلت لهم، نتيجة أمراض عقلية أو أمراض نفسية حصلت لهم، بقوا موجودين في الشارع وما لهمش حد يهتم بيهم، فهو بيعملوا لهم وجبة كل يوم بالليل وينزلوا يقدموا لهم الوجبات دي. فبيحكي في مرة بيقول إن من ضمنهم ناس ما كانوش بيؤمنوا بالمسيح، ولكن هم اتحطوا في قلبهم ان هم هيخدموا كل انسان في الشارع ملوش حد يخدمه او ملوش حد يهتم بيه.
ونتيجة الخدمة دي طبعا اتعرضوا لبركات كتيرة جدا جدا جدا، احداها ان واحد كان ساكن في بيت وشايف المشردين دول موجودين قدام عينه تحت الكوبري اللي قدامه، وبيشوف ان ابونا بينزل وبيدي الوجبات كل يوم وما بيتكلمش ولا كلمة لا عن الايمان ولا عن بتاع ده، لدرجة في مرة نزل له وقال له بص يا ابونا انا كنت مش بحبكم، لكن بعد ما شفت الخير اللي انتوا بتعملوه ده انا بقيت احبكم من قلبي. جاب الكلام ده منين؟ خلوا بالكم ان كل اناء بينضح بما فيه، وانا اذا كنت بحب السلام وبصنع سلام وبصنع الخير اكيد زي ما قال لنا الكتاب ارمي خبزك على وجه المياه ستجده بعد حين. تطلب السلام، تطلب السلام يعني حتى اما يكون في حد بيحب الخصام انت تكون صانع سلام وتبقى بتشبه ربنا يسوع المسيح الذي كان يصنع سلام لانه ملك السلام. لان عيني الرب على الابرار واذنيه الى طلبتهم، ولكن وجه الرب ضد فاعل الشر. في حته في اشعياء يقول لك كده، اما بتبتدوا تصلوا باستر وجهي عنكم. ليه تستر وجهك عننا ليه يا رب؟ يقول لك لان ايديكم ملقانه دما. الانسان اللي بيصنع خصام ويتكلم في حق الاخرين ودايما يكون سبب تعب وازعاج للي حواليه، اما يجي يقف يصلي ما بيلاقيش مجال ما بينه وبين ربنا. لكن الانسان اللي بيصنع سلام وقلبه مليان محبه، يوم ما بيجي يهمس في اذن الله ربنا بيعمل ايه؟ يقول لك اذنيه. تخيل كده انت اما تصنع السلام وتكون بتحب الناس هتبقى الكلمه اللي انت بتقولها دي قريبه لودن ربنا، وعشان كده بتبقى يقول لك طلبه البار تقتدر كثيرا فعليه. طب هو كان إيليا ده إنسان صعب يعني؟ قال لك لا، إيليا كان إنسان تحت الألام مثلنا، بس تم صلى صلاة أن لا تمطر الأرض فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر. طب جبت منين القوة دي؟ أصل هي طلبة البار بتقتدر كثيرا فعليها، لأن أن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم. يقول ده احنا قطعنا من هنا مسافة كبيرة بس عشان ابونا فلان يصلي لنا. طب ليه؟ عشان اذني ربنا قريبة للسان الابرار. ويجي واحد زي الانبا مكاريوس بتاعنا، واحدة تيجي تكون بتصرخ وتقول له يا سيدنا ما بخلفش، يقول لها السنة الجاية اعمل لك. تبص تلاقي الكلمة ايه؟ اتسجلت. خلاص كده؟ خلاص كده. هي الطلبة بتطلع، ده احنا فاكرين بقى هتقعد وربوات دموع و20 مطانية و50 مطانية والطفل ده يجي ب200 مطانية مثلا على الاقل. لا، هي كلمة بس كده قالها ربنا وهو اذنيه قريبة لصلاته. يجي له واحد يقول له يا سيدنا عندي مشكلة، يقول له هتتحل ما تعولش هم. واحد يقول له متأخر في الشغل وتعبان، يقول له هبعت لك ملايكة يساعدوك. ويجوا يجوا. طب انت يعني ليك سلطان على الملائكة؟ لا، هي عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلباتهم. وعشان كده ما تزعلش قوي، ما تزعلش قوي أما بتكون بتطلب حاجة من ربنا ما تتحققش. بص لنفسك من جوه، ممكن يكون ربنا بيقولك بس ايه، نظف الحتة دي الأول، عايزني أسمع لك. نظف قلبك، نظف الكلام اللي انت طالع من لسانك، نظف فكرك شوية. ممكن يكون بيشاور لك على ان ساعات كتيرة ممكن تكون فينا عيوب، ونكون ممكن بنطلب ان ربنا ينتقم لينا. يقول لك حبيبي ده انا ليا النقمة، انا اجازي يقول الرب، لكن انت اطلب السلام وجد في قصر. انت اتعب نفسك شوية في ان انت تحتمل الشتيمة وتبارك بدل ما تلعن. حاول ان انت يكون في قلبك البركة والسلام عشان تعكس على اللي حواليك بركة وسلام. ما يبقاش انت جواك حسد وخصام وغيرة ومزمة وعمال تشعل الدنيا حواليك. افتكروا كده ان اللسان كان يضرم من جهنم. جهنم دي لو تفتكروا احنا قلنا عنها وادي هنوم اللي كان مليان دود وكان مليان نار. انه الدود اللي ماسك في
الحاجات الصعبة أو بواقي الحيوانات الميتة والنار اللي ما كانتش بتطفي لا ليل ولا نهار. فهنا في لسان ما بيطلعش غير نار، تبص تلاقيه يقول لك من ساعة ما ولع الدنيا بكلمتين من لسانه. هل أنا لساني بيصنع سلام، بأكفف لساني عن الشر، بعمل الخير، ببارك بدل ما بلعن؟ ساعات كتير الواحد تبص تلاقي الكلمة الأقرب للسانه هي حال قلبه. يعني في واحد من الآباء يقول لك عليك بركة يا ابونا اعمل كذا، عليك بركة يا ابونا اعمل كذا. جت منين عليك بركة دي؟ لأن على طول بيعمل إيه؟ بيبارك. وطبعا في ناس تانية بيبقى لسانهم صعب صعب، يعني يقول ساعات يقول يا ريتني ما سمعت منه كلمة بسبب إيه؟ كلامه الصعب. فمن يؤذيكم إن كنتم متمسرين بالخير؟ ساعات الواحد بيحب يحتمي أو يحمي نفسه من الأذية، وساعات الواحد بيكون عنده خوف حتى لو مش على نفسه على أولاده. طيب أنت مش عايز حد ليأذيك لا أنت ولا أولادك؟ خلي بالكم بقى، يقول لك هنا إيه؟ من يؤذيكم إن كنتم متمسرين بالخير. طب ده احنا يا رب ساعات الأذية بتجيلنا لحد عندنا بسبب اسمنا اللي دعي على اسمك، مش صح؟ ولكن خلوا بالكم مش هي دي الأذية، ده بالعكس، ده احنا هنال بسببها بركة، لأن إن كنا نتألم معه سنتمجد أيضا معه. نكمل المرة الجاية، لإلهنا كل مجد وكرامة من المجد.